إخوان العرب يفهمون تفهمون هذا الكلام؟ أيوة ولا تكذبوا علي دعني أن أتكلم. فأنا قلت لهم دعني أن أتكلم، دعني أن أقول كلمة واحدة بعد ذلك لك الخيار أن تذهب أو تبقى. قال ماذا تريد أن تقول؟ قلت لهم نحن نؤمن بالله ورسوله. ماذا قال نبينا الكريم في سدد اللغات في شان اللغات؟ ماذا قال نبينا الكريم؟ قال ماذا قال؟ قالوا ماذا قال نبينا الكريم؟ قال نبينا الكريم هذه الكلمات الحكيمة، قال من تعلم لغة قوم أمن الشر. صحيح؟ صحيح. فأيها الإخوان، أنا منذ وصلت إلى هذا المكان أحاول أن أتعلم لغة بحاشة إندونيسيا، والناس يضحكون علي بعض الأحيان لأنني أخطئ في النطق. أيوة، ولكن دعهم أن يذهبوا لأنني جديد مبتدئ. المبتدئ هو يخطئ، والذي لا يخطئ لا يتعلم. فعلينا أن نخطئ لكي نتعلم. أيها الطلبة الأعزاء والطالبات الأعزاء، ولا تنسوا هذه الحقيقة، تعلم اللغات عملية صعبة للغاية، صعبة للغاية. قد حكيتها، قد سمعت هذه الحكاية، وأنا أحكي هذه الحكاية هذا اليوم أيضا أمامكم. قبل أن أرجع إلى صلب الموضوع، دعني أن أذكر على من يتعلمون اللغات. سائح بريطاني قد ذهب إلى بنغكوك وقد استأجر تاكسي سيارة تاكسي، وقال له باللغة الإنجليزية: لا أعرف المكان بالضبط، لا أعرف اسم المكان بالضبط الذي أريد أن أذهب إليه، فإذا جاء ذلك المكان فقل لي أنا أترك سيارتك. I don't know the place where I had to go. I know the name of the place. So when this place comes, kindly tell me so that I can get down. So the sahib taxi qad dhahaba bihi ila dhalika al-makan. Wa indama jaa dhalika al-makan fa qala lahu get out. Fa ghadaba dhalika as-sahib wa qala eh mara taqulu? Qala hadha taxi bitai get out. It is my taxi. Get out. Tarif mada tori mada kana yuri to yakul. Wakana yuri to get out. Get down. Wakana yuri to yakul. Get down. In Balzam means zareka no kathala get out. But limada besab bil farq fil loga. Fa lam yamna ala dinuna min al ta'allum al lughat al ukhra ayu al ikhwan kama ana qult lakum fi jamiati tudarras akthar min 20 lughatan alamiyatan ya habada law ta'allamtu hadhihi al lugha indonesia qabla al usul ila hadha al makan lika ukhatibukum bi lughatikum bil insanikum ta'kunu farhan jiddan la ufarriqu bayna ahadin min al lughat kullu lughat min ayati allah kama ana qult lakum من آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين عالمين الذين هم يعلمون هل يستوي العمى والبصير الذين يعلمون والذين لا يعلمون فمثلا الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنهم شقوى كبيرة ويجعلون اللغات موضوع ذو حساسة قومية إقليمية وطنية ويقول لا يجوز لنا أن نتعلم لغة أخرى على حساب لغتنا في مجال الإسلام والمسلمين وأنه أبدل كلمات الشكر في هذا الصدد طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله أيوة تذكرتم بعد فترة طويلة على الأقل ونحن نحمود لنا خدماتنا في جميع مجالات العلوم في جميع مجالات العلوم الإسلامية ومنها اللغة العربية. هناك منهجان في الهند لتدريس اللغة العربية، منهجان طريقتان وسيلتان ذريتان وذريتان لتدريس اللغة العربية في الهند. أنا يعني حديث تدريس اللغة العربية مربوط بشخصيتي. هناك منهجان لتدريس اللغة العربية، منهل
المن الأول هو المدارس الدينية المنتشرة في جميع أرجاء. أنا لا أعرف بالضبط لماذا اخترت هذا المركز. لي أربعة أشقاء كلهم قد اختاروا العلوم الأثرية والعلوم الجليلة. لا أعرف بالضبط من الذي قد هداني إلى مدرسة دينية. أنا ذهبت ودرست هذه اللغة. في هذا الصدد أنا أتذكر ما قال شاعر عربي أتاني هواها قبل